السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة دخلنا المراحل الحاسمة في الأشغال ديال شارع الحسن الثاني والطريق الموازية والقنطرة. حطينا واحد الصورة للقنطرة وكانت مطالب بتسريع الأشغال بالقنطرة المؤدية للهرهورة، لان صراحه الطريق اللي كتهبط للهرهوره حل مجموعه من المشاكل، مجموعه من الامور حلها. فكنتمناو من الله ان تسرع الوتيره شويه باش ان شاء الله عما قريب القنطره تبدا تركب. كما كتشوفوا هنايا الاخوان بداو كيحطوا لنا التروطوار هنايا ديال الطريق الموازيه باش غادي نشوفوا واحد العالم اخر في هذا الطريق الموازيه، وغتولي واحد الجماليه اخرى في الطريق هذه. الجميل في الامر هو انه انطلقت عمليه الاسفلت في واحد الجزء جديد من الاشغال في مدينه تماره. ركزوا معايا مزيان، كما كتشوفوا هنا القنطره من خلال ما كيبان لي الاخوان، من خلال ما كيبان لي كنظن انه بقات غير العمليه ديال تركيب القنطره، بقات العمليه ديال تركيب القنطره لان ما بقاوش كيديروا شي حاجه دابا حاليا هنا الفوق، يعني الخدمه كلها دابا ولات في جناب الطريق. وهذا يعني هنا بقات العمليه ديال تركيب القنطره، باش تكون تركيب القنطره خصنا دوك الرافعات اللهم بارك، وباش ما تحبش الطريق ديال شارع الحسن الثاني فكنظن غيختاروا السبت والاحد، اش من سبت وحد واش هادو ولا اللي جايين، هادشي اللي غادي نعرفه. بالنسبه لهذا الجزء ديال الطريق اللي حنا فيه، فالطريق شملات التوسعه، هذا الطريق اللي جات جنب مدرسة الموحدين جامايكا، والجزء اللي فوق اللي كيدير الحي النهضة حتى هو بدات فيه الأشغال وبدات فيه عملية الإسفلت كما غتوضح لنا الصورة بعض اللحظات. كما كنشوفو هنايا مجموعة من الآليات، مجموعة من المعدات، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، هانتوما يا سلام، عملية الإسفلت راه انطلقات هنا. الله يجازيكم بخير، ردوا البال ردوا البال، تبارك الله داك الشيء غادي بواحد الطريقه اللي مزيانه. الطريق ولات كبيره هنايا، الطريق ولات كبيره هنا، كنتمناو من الله ان الطريق تستمر في جميع الشوارع ديال مدينه تمارا. شوف تبارك الله الشارع كيفاش ولا كيبان بالاناره ديالو جديده، داك الشيء غزال. الى مشينا على اليسر الاشغال غادا تمشي في اليسر ان شاء الله، غتستمر في الاتجاه ديال المسيره واحد. فنتمناو من الله الخير والتيسير يا ربي، والله يسخر الامور. يعني كنشوفو مدينة تمارة نهار من بعد نهار كتغير الأمور، أكيد أكيد كنشوفو مجهودات كبيرة كيقومو بها الإخوان اللي كيواكبو الأشغال، وعلى رأسهم والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، اللي صراحة شفنا معاه مجموعة من التغييرات مدينة تمارة. أكيد فضل التغييرات اللي كنشوفوها في عمالة صغيرة تمارة، فأكيد غنشوفوا واحد المدينة إن شاء الله نموذجية، مدينة متكاملة إن شاء الله، مسألة وقت فقط. هناك مطالب، هناك مطالب ورسائل ديال الساكنة اللي موجهة للسيد الوالي اليعقوبي فيما يتعلق بأصحاب الشكايات في ملف قاضني دور الصفيح، وكذلك بالنسبة للملف ديال أفراد جيش لودايا. كنتمنى من الله تسرع الوتيرة إن شاء الله ديال هاد الملفات باش تكون جاهزة في القريب العاجل. كنعرفو جميع الكرا فين وصل في تمارة، الناس مساكرة باقي كيتخبطو في الكرا. الله يدير لي فيها الخير للجميع يا ربي، والله يفرج على كل واحد. هنا مسجد الرضوان في إطار مواكبة الأشغال والتعريف بعض النقاط مدينة تمارة. أنا حدا مدرسة 11 يناير حي الغزالي،
الله يسخر الاخوه اللي في هذا الصباح ديال السبت وخدامين باش يجيبوا واحد الطرف ديال الخبز حلال طيب. الله يسهل على كل واحد. نهاية أسبوع موفقة للجميع. الطريق اللي كنت واجد فيها الإخوان كمعلومة تكون عندكم هذه الطريق 51. أنا عندي على اليسار ديالي صيدلية فضل الله وكاين مجموعة من المحلات التجارية اللهم بارك داكشي على أعلى مستوى. غادي ندير لكم شي جولة إن شاء الله في المحلات في مدينة تمارا ونقربوكم من الجودة ديال الخدمات اللي كيقدموا والبرودو اللي كيقدموا. الناس اللي كتسول على شارع القاهرة، شارع القاهرة وهذا اللي جاء الليمن ديالي كيهبط مباشرة المسجد الفضيلة. وإلا كملنا الطريق القدام كنشوف الاتجاه ديال مسجد الهدى. مسجد الهدى هو هذا واش غادي نقول لكم. الله يفتح عليكم بيبان الخير والله يقضي غرضكم. هادشي اللي غادي نقول لكم. الله يفتح لكم ابواب الرزق. وغادي نختمها بواحد 30 ثانيه عند خويا بالعقده يعني فين جا المحل ديالو داكشي عنده غزال ويستاهل. غنتغنوا مباشره عالم الطريات اللهم بارك. داكشي زوين كاين ما يدار هنايا وبهاد اللقطات الجميله غادي نختمو الفيديو ديالنا ان شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك داكشي زوين. غادي نقول لكم ان شاء الله وليا فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.